الرئيس السيسي يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على أنحاء من غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله، واستشهاد شخصين في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة جوية جنوبي لبنان. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل الأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية باستكمال جهود مكثفة لهادفة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إيجابا على مستويات المعيشة للمواطنين. وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، وموجها في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعات المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على الروابط الوثيقة التي تجمع مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، وحرص مصر على دعمها وتعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد. تبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى حيال تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب على القطاع في أسرع وقت باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة.
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها الممتدة مع البرازيل، حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية والهجرة مع مارو فييرا وزير الخارجية البرازيلي. شهد الاتصال توافقا في الرؤى حيال سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية وبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط. كما أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه عبد العاطي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. وشدد عبد العاطي على مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهوية اغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 307، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين جنوب حي الصبرة والمناطق الشرقية من المدينة ومنزلا. كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها البري والبحري والجوي منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39,000 شهيد و 677 و 91,645 مصاب. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها خاضت في اليوم 700 منذ 7 أكتوبر الماضي معارك ضارية في مواجهة قوات إسرائيلية بسائر أنحاء قطاع غزة. كانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت أيضا أنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية بسماء مدينة خان يونس في جنوب القطاع. إن هذه المنطقة التي هجرت أهلها منها. تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم 700 على التوالي التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة. وبثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد مرئية لما سمته كمين الفراحين 2، حيث فجرت عبوة سجيل بقوة راجلة من جنود الاحتلال في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى قتل وإصابة جميع أفراد القوة المتوغلة. وكشفت المشاهد أن الكمين وقع في منطقة عازلة أنشأها الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس. كانت كتائب القسام نصبت كمين الفراحين 1 في 12 فبراير الماضي عندما فجرت عبوة تلفزيونية في جنود الاحتلال واشتبكت معهم من المسافة 0، مما أدى لمقتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي، إضافة إلى إصابة العديد من الجنود. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أنها سيطرت على طائرة إسرائيلية بدون طيار خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس. كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية إسقاط طائرة كوادكابتر إسرائيلية أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج. في المقابل دمرت غارات إسرائيلية مربعا سكنيا وما فيه من خيام للنازحين وسط مدينة دير البلح، حيث خلفت شهداء ومصابين ودمارا واسعا في المنازل والخيام. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب في 24 ساعة مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و110 مصابين. وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات
حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهدافات الإسرائيلية. ووصل عدد المفقودين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 10,000 شخص بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة. ولفتت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39,677 شهيدا و 91,645 مصابا منذ 7 أكتوبر. تعهد الجنرال هيرسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل يحيى السنوار عقب تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. حصل يحيى السنوار على لقب جديد وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هذا اللقب وهو لقب سياسي لن يعفيه من حقيقة أنه قاتل مسؤول عن التخطيط والتنفيذ الكامل لما حدث في 7 أكتوبر. وبالتالي فإن تغيير اسمه لا يمنعنا من البحث عنه فحسب، بل يحفزنا، وسنبذل جهدا للعثور عليه ومهاجمته. ويمكنهم استبدال رئيس مكتبهم السياسي مرة أخرى. لقد قمنا بأعمال مهمة للغاية في الأسابيع القليلة الماضية. لقد قتلنا كبار القادة لأعدائنا الأكثر إشكالية ولن نتوقف. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله اللبناني، فيما لم يرد تعليق من الحزب. كما تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من مهاجمة أهداف وبنى تحتية استراتيجية أسفرت عن تدمير منصات إطلاق مسيرات تابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان. وسط ترقب ومخاوف من تصعيد محتمل على الجبهة اللبنانية بانتظار الرد الذي توعد به حزب الله انتقاما لاغتيال القائد العسكري البارز فيه فؤاد شكر في 30 يوليو الماضي، أعلن حزب الله أمس استشهاد أحد مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل، مما يرفع إجمالي قتلاه إلى 401 منذ أكتوبر الماضي. وقال الحزب أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابط مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزعورة بهضبة الجولان السورية المحتلة، مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابهم إصابة مباشرة. كما أعلن قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتين بصواريخ الكاتيوش، وأعلن كذلك استهداف تموضع للجنود الإسرائيليين في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة مباشرة. كما أعلن استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، واستهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وكذلك استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. وأعلن حزب الله كذلك استهداف ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. كما أعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. في المقابل قتل شخصان وأصيب 6 آخرون الأربعاء في غارة إسرائيلية بمسيرة في بلدة جويا، في حين أصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بلدات حدودية أخرى جنوبية لبنان. فقد أصيب شخصان في غارة استهدفت بلدة عترون. كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية بلدة شبعة، مما أدى لإصابة لبناني بالاختناق. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات الناقورة والجبين وطير حرفة، في حين تجدد القصف المدفعي الانشطاري الإسرائيلي لأطراف بلدة زبقين جنوبية لبنان. ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان وسط البلاد ومناطق بشمون وعرمون وخلدة وشويفات وإقليم الخروب جنوبي العاصمة. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من العريش علي. لو تضعنا في مزيد من التفاصيل زميلي علي فتحي بالطبع. اتبرع على حساب
صباح مساء يوم أمس الأربعاء، حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم الحدودي. ودعني أقول لك محمد يعني أن منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم شهدت حركة دخول المساعدات انفراجة طفيفة بعد الشيء في دخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعني إجمالا شهد الأسبوع الجاري نحو 250 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإعاشية دخلت إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 30 شاحنة محملة بالوقود والمواد البترولية، وهذه تعد انفراجة طفيفة مقارنة بما حدث خلال الشهرين الماضيين، حيث أن شهر يونيو الماضي شهد على مدار الشهر بالكامل دخول 100 شاحنة فقط، وشهر يوليو شهد 300 شاحنة فقط، ولكن نحن نتحدث الآن عن 250 شاحنة خلال أسبوع واحد فقط من شهر أغسطس. ولكن دعني أقول لك محمد وأؤكد أن تلك هذه الأعداد وكل هذه الشاحنات لا تتناسب مع حجم الكارثة التي يمر بها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي، ومحاصرة القطاع وتصاعد القصف برا وبحرا وجوا ليلا ونهارا. إليك محمد. أشكرك زميلي علي فتحي مراسل قناة النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة من العريش. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير 3 صواريخ كروز مضادة للسفن في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن. وأكدت القيادة أنها نجحت في تدمير مسيرتين ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين. ويشن الحوثيون هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في ممرات الشحن الحيوية والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين في حرب غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده مستعدة دفاعيا وهجوميا لمواجهة أي هجوم يتوقع أن تشنه إيران وحلفاؤها. نواصل المضي قدما نحو النصر، مواطنو إسرائيل في حالة تأهب، وأطلب منكم شيئا واحدا، أن تحافظوا على صبركم وهدوءكم، ونحن مستعدون للدفاع والهجوم. نضرب أعداءنا ونحن عازمون أيضا على الدفاع عن أنفسنا، لن نتوقف حتى النصر. قال علي باقيري القائم بأعمال وزير خارجية إيران إن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وسط العاصمة طهران الأسبوع الماضي سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب. وأضاف باقيري القائم بأعمال وزير خارجية إيران إن طهران ليس لديها أي خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية. في العاصمة الفرنسية باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي إلى تجنب ما وصفه بدائرة الانتقام التي يمكن أن تعرض الشرق الأوسط للخطر على خلفية استمرار تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا نظيره الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي أيضا في وقت سابق من الأربعاء إلى تجنب ما وصفه بدائرة الانتقام، مشددا على خطورة حدوث تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة CBS أنه غير واثق على الإطلاق من حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب انتخابات 5 نوفمبر القادم. يذكر أن ترامب سبق وحذر أثناء فعالية في مارس الماضي بأوهايو مما وصفه بحمام دم إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.
انطلقت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في جولة على ولايات يتوقع أن تشهد منافسة محمومة تسعى من خلالها إلى إقناع ائتلاف من الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين الساخطين بإعطائها صوتهم لتصل إلى البيت الأبيض. وتنطلق هاريس مع تيم وولز حاكم مينيسوتا الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس إلى مدينة أوكلير في ولاية ويسكونسن، ومن ثم إلى ديترويت في ميتشيغان للمشاركة في تجمع انتخابي مع اتحاد عمال قطاع السيارات. فبعد إعلان هاريس اختيار وولز نائبا لها، شاركت وإياه في أكبر تجمع انتخابي للديمقراطيين إلى الآن، والذي شارك فيه نحو 10,000 مواطن في بنسلفانيا التي تعد من الولايات المفصلية. وخلال التجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا، قالت هاريس إنها ونائبها مجرد دخلاء على هذا السباق، إلا أنهم يتمتعون بالزخم ويعرفون جيدا ما يواجهون. ولم يكن وولز يعتبر في بادئ الأمر من الشخصيات الأوفر حظا لمنصب نائب الرئيس في الحملة الانتخابية، لكنه تمكن من حشد صفوف الديمقراطيين في مواجهة المنافسين الجمهوريين، وسيشارك خلال الأسبوع الحالي مع هاريس في كل من الولايات المتأرجحة في جولة تشمل ولايتي أريزونا ونيفادا، فيما أرجئت جولتا كارولينا الشمالية وجورجيا بسبب سوء الأحوال الجوية. وتعتزم حملة هاريس وولز نشر أكثر من 750 مندوبا على الأرض في ولايات الجدار الأزرق، أي بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان، التي تعد أساسية لتحقيق الفوز خلال السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر القادم، مع افتتاح المؤتمر الوطني للديمقراطيين والمقرر عقده في شيكاغو في منتصف أغسطس القادم. وتحقق نائبة الرئيس البالغة 59 عاما تقدما في استطلاعات الرأي منذ أسبوعين بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، وبعد إعلانه دعم ترشيح نائبته لخوض الاستحقاق في مواجهة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في 5 نوفمبر القادم. أبلغ فاليري جيراسيموف رئيس هيئة أركان الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع طارئ أنه تم إيقاف هجوم أوكراني استهدف منطقة كورسك الروسية. في الساعة 5:30 من صباح 6 أغسطس شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يبلغ تعدادها 1,000 فرد هجوما بهدف الاستيلاء على جزء من الأراضي في مقاطعة سانجينيسكي في منطقة كورسك، لكن الوحدات التي تغطي حدود الدولة جنبا إلى جنب مع حرس الحدود ووحدات الإسناد والضربات الجوية لقوة الصواريخ ونيران المدفعية أوقفت تقدم العدو إلى عمق الأراضي في اتجاه كورسك. حاليا تواصل وحدات مجموعة سيفر بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي تدمير العدو في المناطق المتاخمة للحدود الروسية الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 315 شخصا منهم 100 قتيل على الأقل و215 جريحا، وتم تدمير 54 مركبة مدرعة منها 7 دبابات. اجتماع أمني عاجل عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث الهجوم المفاجئ للقوات البرية الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية. قائد الجيش الروسي فاليري جراسيموف أبلغ الرئيس الروسي بأن ما يصل إلى 1,000 جندي أوكراني يشاركون في التوغل عبر الحدود في كورسك، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 100 جندي أوكراني قتلوا في الهجوم فيما دمرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات. خلال الاجتماع قال الرئيس الروسي أن أوكرانيا تقوم باستفزاز واسع النطاق، متهما القوات الأوكرانية بإطلاق نار عشوائي لأنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أكدت أن الجنود الروس منعوا العدو من التقدم في عمق الأراضي الروسية، فيما يبدو اعترافا بأن الجنود الأوكرانيين سيطروا على أراض أثناء توغلهم نتيجة القتال. غادر آلاف الأشخاص المنطقة
ومن الجانب الآخر من الحدود أعلنت أوكرانيا إجلاء إلزاميا لنحو 6000 شخص في منطقة سومي المحاذية لكورسك الروسية. ويقدر خبراء عسكريون أوكرانيون أن يكون الجيش الأوكراني يسعى إلى صرف انتباه القوات الروسية عن مناطق أخرى في الجبهة كانت تتقدم فيها في الأشهر الأخيرة. وتأتي هذه العملية في وقت يحقق الجنود الروس مكاسب تدريجية شرق أوكرانيا منذ أشهر في مواجهة جيش أوكراني يفتقر إلى المجندين الجدد والذخيرة. تعهد محمد يونس المكلف بتشكيل حكومة انتقالية في بنغلاديش بتنظيم انتخابات قريبا. وجرى تكليف يونس عقب قرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة علي إثر مظاهرة غير مسبوقة. بعد حل البرلمان والإفراج عن المتظاهرين والسجناء السياسيين، تدخل بنغلاديش اليوم مرحلة سياسية جديدة بأداء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية برئاسة محمد يونس الخبير الاقتصادي. يونس نال جائزة نوبل في 2006 تقديرا لمساهمته في التنمية الاقتصادية لبلاده، وساهم في انتشال ملايين النساء الريفيات من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة. وكان على خلاف مع الشيخة حسينة رئيسة الوزراء الهاربة التي اتهمته بامتصاص دم الفقراء. رئيس الوزراء الذي سيؤدي اليمين اليوم الخميس واجه اتهامات بانتهاك قانون العمل، لكنه تعهد بتنظيم انتخابات في وقت قريب ودعا مواطني بنغلاديش إلى الهدوء بعد أعمال عنف خلفت أكثر من 400 قتيل منذ بداية يوليو. وقال قبل عودته من فرنسا بعد فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أنه يناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء والامتناع عن جميع أنواع العنف. من جهته قال طارق الرحمن رئيس حزب بنغلاديش الوطني بالإنابة وهي الحركة المعارضة الرئيسية للنظام السابق، دعا إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن في كلمة وجهها من مفا الذي لجأ إليه خلال ولاية الشيخ حسينة. بدأت الاضطرابات في بنغلاديش الشهر الماضي على شكل احتجاجات ضد توزيع الوظائف الحكومية بموجب نظام محاصصة تستفيد منه شرائح اجتماعية وعائلات معينة قبل أن تتصاعد إلى مطالبة حسينة بالتنحي. مجموعات حقوقية اتهمت حكومتها بسوء استغلال مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على أي معارضة، بما في ذلك عبر قتل لناشط المعارضة خارج نطاق القانون. وكانت حكومة الشيخ حسينة التي حكمت بنغلاديش 15 عاما قد انتهت باستقالتها وتولي الجيش أمور البلاد، وقد أظهرت حزما متزايدا في قمعها للمعارضة السياسية. ختاما إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. شهداء وجرحى جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على أنحاء غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله، واستشهاد شخصين في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة جوية جنوبي لبنان. مايلوت إيجي للمزيد، إلى اللقاء.